إطار خطة الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة المصرية، قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية بر مائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز جويند، طراز بيري، ولنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية. وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلا في اشتراك الطائرات الهليكوبتر الحديثة من طراز كامو. وطائرة الأباتشي. والطائرات المقاتلة من طراز F-16. إضافة إلى الطائرات من طراز شينوك. في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية. حيث تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال، مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة. عكس ذلك صورة واضحة لإمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على جميع المستويات. كما شهد التدريب أيضا قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر من طراز SH-2G بتنفيذ إطلاقات ناجحة من التوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات. وقد شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.